خلال مشاركتها في النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية التي تنظمها الفيدراليات الوطنية للمرأة التجمعية التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أبرزت وزيرة خارجية السنغال أيساتا تلسال الروابط التاريخية والدينية التي تجمع شعبين المغرب والسنغالية بدءا بإمارة أمير المؤمنين، كما تطرقت إلى التقدم الكبير الذي حققته المرأة في البلدين. اسمحوا لي أولا قبل كل شيء أن أتقدم بعبارات الاحترام لجلالة الملك محمد السادس. الملك محمد السادس عاهل المغرب هو أمير المؤمنين أيضا بالسنغال، وأرغب كسنغاليين مسلمين أن نعبر عن احتراماتنا لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. جئت إلى هنا للحديث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو رسالة الرئيس السنغالي ماكي سال الذي منحني شرفا كبيرا كما تعلمون لأول مرة منذ حصول السنغال على الاستقلال، عين امرأة في منصب وزارة الخارجية السنغالية، ولهذا أنا أتحدث إليكم. أخواتي العزيزات المغربيات، جئت من إفريقيا جنوب الصحراء لأنقل لكن رسالة أخواتكن السنغاليات. أود أن أقول كما قالت نوال المتوكل، واصلنا المعركة، كنا موحدات لتذهبنا بعيدا. فعندما تحقق المرأة التقدم فإن المجتمع أيضا يتطور. أتقدم بتحية للنساء المغربيات وأطلب منكن أن تواصلن النضال، وأطلب منكن أن تكون قويات وأن تكون في طليعة المعركة من أجل النساء، وشكرا لكن.